رجعنا وياكم من جديد مشاهدينا الكرام، واكيد مستمرين وياكم في فقره يا هلا بالضيف. اليوم راح نتكلم عن رياضه بناء وكمال الاجسام، راح نتعرف على هذه الرياضه وراح نتعرف على تفرعاتها وطبيعه الغذاء بها، بالاضافه لذلك راح نتعرف ايضا على مساوئها والاشياء التي ممكن ان نتجنبها حتى نحافظ على نفسنا ونتفادى الاصابه. اكيد معنا اليوم العملاق رياض الصرايفي، اهلا وسهلا. يا ورد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتنا لكم ولكل متابعين قناه زاركوس الفضائيه. اهلا وسهلا بك. مساء العافيه. الاختيار مرحبا. بدايه خلينا نتعرف اليوم رياضه كمال الاجسام، يعني اقبل عليها كثير من الرجال وحتى الفتيات اليوم يتخلصن من الاكتئاب من الامراض، وحتى اليوم تحافظ على صحتنا بمختلف، وايضا تقوي القوه البدنيه للجسم. مدى اقبال الشباب بهذه الفتره وما هي المواصفات اللي يحتاجها الشخص حتى يقدم على رياضه كمال الاجسام؟ عندنا يجي اللاعب مثلا اذا عنده نحول عام، يعني وزنه 45 او وزنه 50 كيلو، يعني وزنه حتى مو اولمبي، اول وزن هو بلعبه بناء الاجسام وزن 55 كيلو يوصل للزائد 100. فاللاعب اللي عنده نحول عام نعطيه مشهي ونعطيه بروتينات تعطيه للضخامه ويزيد وجبات الغذاء غنيه بالبروتين وبالسكريات وبالدهون على مود وزنه يصعد ويتمرن بالاوزان الثقيله على مود يحصل على الضخامه وزياده الوزن. وكل لاعب عكس انه عنده ترهل وعنده سمنه مفرطه وزنه 140 كيلو 120 كيلو نضطر انه نسوي له نظام غذائي دايت، انه ما بي دهون وما بي سكريات، بياض البيض، الشوفان، جبن العرب الحلو، صدر الدجاج، سمك التونه، نظام غذائي صارم ويا الليمون والتفاح الاخضر والبروكلي والافوكادو وحتى السكريات بحسابات بالغرامات، انه ياخذ بس 5 فردات تمر وموزه واحده، ونظامه يصير الاوكارديو مو اقل الساعه، انه ركض 30 دقيقه جبلي، الابتكال، البايسكل والدرج، ويلبس حزام مع تنزيل وزن اذا سمنته خفيفه، واذا سمنته عاليه كلش يلبس تراك سود مع تنزيل الوزن. فبالقاعه يجي اللاعب يقول انت جاي تضغط علي انه اخذ اوكارديو ساعه وانا اتاذى، والتكرارات مالتي كل 4 في 15 او 4 في 12، ليش هذا اللاعب بس 4 في 8؟ هذا اللاعب جاي يبني عضلات 4 في 8 ويحمل وزن ثقيل، انت عندك هدم وحرق دهون. تكرارات المفروض تكرارات نتعرف عليه انه لما تكون نسبه الشحوم جدا عاليه بالجسم من المفترض ان الشخص يقوم بعمل تكرارات كثير حتى يحرق اكثر عدد من الدهون، وايضا يشد الجلد بنفس الوقت. لكن اريد يعني اتكلم معك على طبيعه الوقت الخاصه بالتمرين، يعني بعض الاشخاص يقولون انه احنا ما نتمرن اكثر من 45 دقيقه، بعض الاشخاص يقولون احنا تمريننا ساعتين ساعه ونص، يعني هل هذا الشيء صحيح؟ لان تعرف اليوم اكو هواي اشخاص يطمحون تكون عندهم اجسام جدا جميله واجسام ذو قيافه حلوه. احنا لاعبين بناء الاجسام قامت تتعدد الى 3 فئات، انه لاعب الفيزيك اللي هو رجله تصير ضعيفه بس عضلات معدته كلش قويه وخصره صغير، كتفه حلو، صدره، كتفه وعضلاته كلش حاده، لاعب الكلاسيك اللي هو عضلاته وسط، ولاعب البادي بولدنج اللي هو عضلاته كلش خشنه بالرجل بالصدر بالكتف بالدفه، انه ينزل. فلاعب على لاعب يختلف تمرينه، ولاعب العده اعداد ما سباق تصير عده حتى جلستين، جلسه الصبح وجلسه بالليل على مود ينزل بمستوى كلش حلو، انه عده تكوينه حلو، تناسق عنده حلو، عضلاته حاده وبها عمق عضلي على مود ينزل بطولات. اكو بطولات سهله اللي هي بطوله القاعات او الفرات الاوسط او بطوله المحافظه او بطوله العراق، تصير بها فد مستوى كلش قوي، يعني جوي من مصر شافه بطوله العراق اللي تصير عندنا مال المتقدمين برعايه الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام، الاستاذ البطل العالم فاز عبد الحسن العبودي، انه يصير اقوى من بطوله العالم، بده يطلع عندنا خامس بالعراق يشكل اول عالم بالبطولات الدوليه. طيب. واكو بطولات تصير عندنا عسكريه باسم نادي اليات الشرطه، بطوله كاس وزير الداخليه، ينزلون كل المنتسبين من كل المحافظات. طيب. من البصره والناصريه والمحافظات كلها، كركوك. نعم. ونادي النجده، نادي المرور، الاتحاديه، واحنا نمثل نادي اليات الشرطه. طبعا اكيد راح نتحدث اكثر عن البطولات اللي انت شاركت فيها وعدد مرات اللي انت كسبت فيها لقب البطوله، لكن بدايه حديثك ذكرت انه انت تنطي اليوم للشخص المتدرب البروتينات، كونك انه انت اليوم مدرب دولي لكمال الاجسام، عندك معلومات طبيه ومدى تاثير ومضار ومنافع البروتينات اللي يتناولوها اليوم الاشخاص المقبلين على مثل هذه التمارين، اليوم مدى تاثيرها السلبي ومن ثم الايجابي على الاشخاص اللي ياخذوها بعشوائيه من دون اليوم انه يكون المدرب حريص عليهم باعطائهم الكميات المناسبه لجسمهم لوزنهم يعني للفئه العمريه اللي هم ينتمون لها. اهم شيء اللاعب ما يصير عنده افراط،
يعني اللاعب من نقول له سكوب واحد باور اللي هو شراب الطاقة، يعني إذا أخذ اثنين ما راح ينام، راح يبقى للصبح قاعد وصل عنده هستيريا وصل عنده حالة نفسية. يعني شلون واحد يشرب له خمس قواطي تاجر هذا راح يجرم بنفسه. فالبروتين هم نفس الحالة، يعني العلبة صنعوها بأمريكا من شركة زينا جروب، شركة أبلت أو شركة كيفن لوفرن، كاتب لك ثلاث سكوبات ورا الريوق سكوب، حسن الريوق، حسن الغداء سكوب ثاني، ورا التمرين سكوب ثالث. يعني اللاعب مرات شو يصير عنده اندفاع، يقول خلي خمسة خلي ستة، راح يلود على الكلى، آخر شيء يصير رمل بالكلى أو حصو أو عجز بالكلى يؤذي نفسه. فالإفراط مزين. البي سي اي هم كذلك، الجلوتامين، وأكو موضوع أنه المنشطات أكو نزلوا مدربين تجار أو دخلاء على اللعبة مستثمرين، فتح القاعة هدفه أهم شيء يبيع أغذية رياضية ويبيع منشطات، ما يفكر بسلامة اللاعب. هذا اللاعب أمانة إجا سجل بالجيم، حتى من توصل وياه نقول خطوة الألف مين تبدأ بخطوة. يعني يجي اللاعب مبتدئ، أنا مو رأس أنا فاجئ، أول شيء أبدو إياه بالغذاء، أسلسل التمارين، أشوف من يصير أوزانه قوية أو تمرينه قوي ندخل له البروتين والأغذية الرياضية. من يريد ينزل بطولة نسوي له تحليل بالمختبر أنه من نعطيه سايكل مال هرمون تدريجي، وياه ما أذي اللاعب، أعطيه جرعة كلش قوية ويؤذي الكبد ماله والبنكرياس وأعضائه أو يتأذى جسمه. قد تكون هذه الهرمونات اللي تنطوها أنتوا للأشخاص اللي يتدربون يعني هم محتاجيها، لكن أكو بعض الهرمونات حتكون مضرة للأشخاص. اليوم أنت متأكد من طبيعة الهرمون التنطيل للشخص؟ التحليل هو يضمن سلامة اللاعب، أنه ما بي سكر، ما عنده ضغط، ما عنده لزوجة بالدم، ما عنده وظائف الكبد بالكلى بالبنكرياس. فمن تعطيه هرمون شهر شهرين هم نرجع نسوي له تحليل ثاني على مود نضمن سلامته، لأن الهدف مو أنه يفوز بالبطولة أو لأنه يعني يتأذى أو يوصل للوفاة. يعني صح. أكو لاعبين يأخذ أنسولين، يأخذ قروت، يأخذ هرمونات كلش قوية تأذيه. نعم. زين اكو لواعيب بمجرد ما هو يبدي يدخل للعالم الرياضه، يبدي يدخل العالم بناء وكمال الاجسام، انه بمجرد ما يدخل للقاعه يريد يكون جسم كلش هيوج، يعني مثل الجسم اللي يشوفه، يعني وفتره قصيره انه يشوف شخص تعب على جسمه لفتره 6 أو 7 أشهر وصار عنده اكتف زين وذراع زين، وهو يريد يكون نفس الكتف ونفس الذراع في شهر واحد او يعني اقل من شهر، حتى بمجرد ما يرجع الاشخاص اللي يكونون او يبيعون هذه المكملات الغذائيه والهرمونات راح يقول له شكرا. يعني هن الهرمونات يعني تاثيرها سلبي، يعني اكو الافراط ان اللاعب يجي على مدرب تاجر او مو مدرب عنده شهاده تدريبيه دوليه او شهاده تدريبيه محليه او بطل عراق نزل بطوله مال كاس وزير الداخليه او بطوله عراق للقاعات، فهذا هدفه بس يبيعه ويقول له يابا تعال اضربك بالكتف، اضربك بالبايسبس، بالترايسبس، بالكتف، بالدفه، وعضلاته راح تنشز. من يريد ينزل سباق يجي بالوزن يباعون عليه الاتحاد يقول له انت جسمك نشاز، ارجع انت ما تنزل سباق. ليش؟ لان جسمه صار محلو، عضلاته صارت شبه الاصطناعيه ونشاز، كتفه الكبرى، صدره الكبرى، وعضلاته مو جميله. يسموه البلق عنده، يعني البلق هم مو طبيعي، يعني عضلاته عباره عن هرمون واقف بالعضل، لازم يسوي عمليات تجميل يلا يقدر ينزل سباق. اليوم حضرتك اليوم تحدثت عن انه كيف ممكن يكون مدرب، من اين يتم استحصال موافقه انه شخص يكون مؤهل ان يكون مدرب؟ لانه بالاونه الاخيره شفنا اليوم كثير من المناطق توفرت بها فتح جمات، وكل جيم انت تدخل بيه بمدرب اثنين او ثلاثه، لكن هو يعني هل يملك المؤهلات الكافيه انه يكون مدرب ليدرب الاشخاص المقبلين على هذه الرياضه؟ لانه هذه الرياضه يحتاج لها خبره كافيه، يحتاج لها شخص عنده معلومات طبيه، مو فقط معلومات بالاوزان اللي يحملها الشخص، لانه تعرض ممكن الاصابات شديده راح تسبب الضرر، وايضا عمليات بعض البروتينات اللي انت ذكرت بدايه حديثك انه اذا ياخذها المفرطه ممكن تاذي الوظائف الموجوده بالجسد والاجهزه الوظيفيه، بالإضافة بعض الهرمونات اللي يأخذها اللي تؤدي إلى وفاته. الرقابة هل موجودة على هذه الجمات؟ ومن أين يتم استحصال الموافقة ليكون الشخص مدرب دولي أو مدرب مؤهل أنه يدرب أشخاص؟ حتى اليوم المشاهدين يعني ينتفعون يعرفون لأي مكان ينتمون ولأي قاعات يتدربون بها. اليوم الاتحاد العراقي لبناء الأجسام قام يمنح إجازات للقاعات
القاعة فتحها مستثمر بخمس شدات بعشر شدات بعشرين شدات تجارة انه جاب اجهزة امريكية وفتح القاعة اجهزة جريئة الرشاقة واكو منطقة عن منطقة تختلف الاشتراك يعني مثل مدينة الصدير الشعلة المناطق الشعبية الزعفرانية بغداد جديدة اشتراكها 25,000 او 30,000 الكرادة او المنصور او زي اشتراكها 75,000 دينار لان الايجار عليهم كلش غالي 50 ورقة او 70 ورقة بالشهر وعنده عمال بنغلاديش وخال مدربين صالة مدرب الصالة يعني علم حتى التمارين يجي المبتدئ يقول له كاتب للمدرب الكورس بنجيب رئيس أعلى من أساسيات أعلى من أساسيات كوقعة هو وجود مدرب خاص بالصالة ايه تعرف المدرب اللي عنده شهادة تدريبية من الاتحاد العراقي لبناء الأجسام يعلقها بالجيم المدرب خاص صوره نازل بطولة آسيا بطولة عالم بطولة عراق عنده شهايد بالبطولات فايز فاللاعب واضح ثقته بهذا المدرب انه هذا المدرب بطل دولي بطل محلي وعنده شهادة تدريبية من الاتحاد راح تصير القاعة متكاملة انه بيها مدرب نازل بطولات وعنده سي في بالرياضة اكو مستثمر وفتح القاعة وما عنده مدرب وهو هم قام يكتب كورس وهم قام يبيع اغذية رياضية وبيع هرمون وصار تاجر يعني صار تجارة مو رياضة فالاتحاد هسه قام ما يمنح اجازه للقاعه اذا ما بيها بطل محلي او دولي. صح. بما انه انت يعني تكلمت عن الصور يعني لازم البطل او المدرب لازم يوثق البطولات الخاصه به ويوثق الاشياء اللي يقوم بها حتى بالتالي هذه الاشياء يخليها بالقاعه على مود الناس تتاكد من صحيه الموضوع. تعتبر سيرته الذاتيه وبنفس الوقت هو يشجع اللاعب عليهم، راح يقول له انا ها بطوله الفرات الاوساط عديت خلال ثلاث اشهر اربعه ونزلت هاي البطوله. اي تحدثنا عن هذه صورة هاي طلعت اول على العراق بطوله العراق للماستر. هاي هناك القاعة جاكوار جيم وكان اعدادنا وتمرين اوزان ثقيله وهاي الشهايد اللي معلقيها ورانا والميداليات بالبطولات شهادتنا التدريبيه من الاتحاد. هاي بايام الصبغ وبطوله العراق الماستر وحصلت على المركز الاول بفئه عمر 50 سنه. هاي بطوله العالم صارت في اربيل وهذا مدربي الاستاذ عماد جاسم البطل العالمي وبالمشرف الرائد مالك مدرب نادي اليات الشرطه. تحياتنا لك. هاي الاعداد من يصير بالسباق انه تاخذ صوره تراوي المدربك جسمك ويشوف حالتك تدريجيا رغم ما انا مدرب دولي وبطل عالمي وبطل عراق الماستر وبطل كاس الجزيرة الداخلية. على وزن نزلت بهال وزني هنا انا 95 كيلو. المدرب راح عنده ملاحظات يقول بقى عندك اسفل الصدر بقى عندك يعني اسفل المعده تقريبا وزني قريب على وزنك لكنك هنا بس انا عضلاتي فول هاك هذا شو واو العضلات زين انا اكبر منك انت يا مواليد اني؟ ايه يعني مواليد 1993 صغير بقد ولدي انا عمري 50 سنه جماعتي كلهم ماتوا بالفتح الخامس صحة وسلامة وعافية حبيبي يا وردة زين اكو احنا ثبتنا لكل الرياضيين انه العمر مجرد رقم صح سواء انا عمري 50 سنة وعندي زميلي صديقي فاضل نعمة عمره 65 سنة يعني جماعته شبع موت وشبع عمي ورد وحصل العام على أول عالم فاضل نعمة زين هاي هاي بطولة كأس وزير الداخلية باسم نادي آليات الشرطة نفس الوزن؟ وزن زائد 100 هاي هنا الابطال نزلوا من كردستان حصل المركز الاول البطل من كردستان والثاني من ايران والثالث من تركيا وبعد بطلها من كردستان وانا حصلت على المركز الرابع. طبعا انت عمرك اناني انا صراحه ما اتكلم عن عمري لكن انت سالتني قد عمرك يعني فمجبور انا من جوابك يعني تقدر انت تمارس الرياضه او الاخت تمارس الرياضه بالجيم انه الركض الرشاقه الاكل من يصير دايت يصير جسمك حلو اكو ناس تقول اكو حركه عند كابتن الرياضه ايه حركه الرماش احنا هاي شفنا رولي وكلر خلينا نقوم رولي وكلر فالرولي اتعجب قال يابا عضلات صدرك كلش قويه وعضلات جسمك انه من تاخذ وكانت بطلة العالم هيلين فنسوي لهم هاي الحركه انه نحرك كل عضلات مو بس الصدر حتى الترايس هاي الترايسبس والرجل ما في عضله لاعب بناء الاجسام ما يسيطر عليها يقدر كل عضلاته يحركهن من تصير عنده سيطره بالاوزان الثقيله من يقدر ياخذ دمبلز 50 كيلو او 70 كيلو فتصير عضلات يعني الالياف يسيطر يعني على هذا الحكي تتمرن بولدك انت اي بالولد الموجودين بالبيت نسوي تحديات بالقاعه هدفها التحفيز اللاعبين يجي المبتدئ يباوع على اللاعبين يشوف هذا يدفع 40 كيلو هذا 50 كيلو فيجي واحد يقول انا باوع دفعت ال 50 دفعت 100 قلت له تعال يا ابن احنا هنا نسوي منافسه صعدوا
هنا راح يصير سلسله بالاوزان وبالتمارين. هذا قدر ال100، هذا قدر 120، هذا ال150. جيت احنا نكتسح نقول لهم تعالوا هاي 250 كيلو دفعناه زين. هذا راح يظل ببال اللاعب ايش وقت اوصل ال250 بالاغذيه الرياضيه بالتمرين حتى ذا بالهرمون ضمن مدرب يكتب له سايكل وتحاليل ما عليه شيء يوصل للوزن اللي يريده بالاراده وعضلاته هم تكبر بالاراده تدريجيا. لكن هاي لازم مع الاخذ بعين الاعتبار الحرص على صحه الجسم. اهم شيء صحه اللاعب. احنا شلون نضمن صحه اللاعب؟ من يسوي لنا تحليل قبل الدوره مال الهرمون وبعد الدوره مال الهرمون. من نضمن سلامته؟ ما عنده اي اثار نقدر نعطيه منظف، نقدر نعطيه ريست ياخذ شهر استراحه ما ياخذ لا بروتين لا اغذيه رياضيه لا هرمون، كل جسمه يرجع خلاياه ويتنشط وما عاد يشيل لاعب. برايك الاشخاص يعني تنصحهم ان يستخدمون الهرمونات بعد فتره ايش قد من بدايه التمرين؟ والله مو اقل من 6 اشهر او 9 اشهر، مو راس اللاعب ياخذ هرمون، بس بالنسبه للاغذيه الرياضيه يقدر ورا شهر تغذيه زينه وتمرين يقدر ياخذ بروتين. طيب. البروتين هو مثل الدجاج، مثل السمك، مثل اللحم، وهسه صارت عند شركه زيونا جروب صار لنا سنتين يعطونا رعايه ولاعبين المنتخب الوطني انه وكالات حصريه، لان اكو بروتين ترى مخشوش نزل بالسوق، يجيبونه من الامارات تعباء ومن الهند وتباوع الباركورد مو نفسه، فقاموا يجيبون شركه كيفن لوفرون وشركه ابلت انجليزي ومنتجات اصليه ما بيها غش. طيب تحدثنا عن البروتينات وعن التمارين، اليوم الرجال وحتى السيدات فئه معينه من السيدات يقبلون على هذه الرياضه، هل كورسات نفس البروتينات نفس التمارين اللي انت اليوم تخلي المقبلين على هذا التدريب يمارسوها، ما الاختلاف بين الرجال والسيدات ومدى اقبال السيدات تحديدا على هذا؟ والله السيدات هواي عندنا قاعه كانت عندنا مختلطه، قاعه جاكور جيم الولد والبنات يتمرنون، راح يجيب اخته ويجيب زوجته يتمرنون بالجيم بالمختلط، وعندنا قاعه نسائيه خاصه بها مدربه نسائيه خريجة كلية تربية رياضية، مرات تستشيرني المدربة تقول يابا عندي لاعبة عندها ترهل بأسفل المعدة أو عندها بالأفخاذ مالتها ما جاي ينزل وزنها، نعطيها فد نوع حارق دهون ونكثف عليها التمارين، أنه الأوكارديو اللي هو الركض والدرج والبايسكل كانت تعطيها بس 30 دقيقة، نسويها 40 دقيقة، 45 دقيقة، نسوي لها جدول غذائي، هذا وجبة الفطور، وجبة الغداء، قبل التمرين والعشاء، راح تباوع اكو تغير، فصارت عندها خلفية عند المدربة وعند اللاعبة بالتعاون، انه نتعاون ويا اللاعبة ويا المدربة، ندخل الضغط مال اللاعب بناء الأجسام والإعداد ماله مال السباق على اللاعبة اللي عندها ترهل وعندها سمنة. اثنين اللاعبة يعني البنية انه ما تريد هي تنزل بطولة او تدور سكس باك او تدور عضلاتها او تدور اورده، اكو لاعبات قويه نزل لاعبه قوه بدنيه او لاعبه يعني صار جسمها مثل كمال سام، بس احنا مجتمعنا شرقي بالعراق يعني مو مثل باقي الدول الاوروبيه اللي بنيت تلبس مايو وتقدر تنزل سباق وتصبغ حال حال ولد، لا بس هي تكتفي انه جسمها حلو جسمها رشيق ما عندها سمنه وعندها بنفس الوقت قوه وجسمها حلو. اكيد يعني اليوم حتى اغلب الشباب والشابات بداوا يلجؤون القاعات والصالات الخاصه ببناء وكمال الاجسام، لكن اليوم برايك انه الشباب اللي يلجؤون هذه القاعات يلجؤون لها بمجرد ما جماليه ام لاكتساب الصحه؟ لا والله هي اثنين هي عصرين، يعني اول شيء يشتري عافيته، يعني الجسم الخامن اليوم قام هو معرض ازيد شيء الفيروس كورونا، مو مثل الرياضي، لاعب كره القدم، المصارعه، الجودو، القوه البدنيه ولاعب كمال الاجسام. تصور هسه اليوم جهاز الجري اختفى من السوق شويه توقف الاستيراد، ومن 9 ورقات صار ب 15 ورقه وب 17 ورقه، كل العالم قامت تشتريه وتخليه ببيوت الجهاز الامريكي اللايف فتنس، يعني قام القاعده اذا شوفها معزله يقول لك انا على الاقل عندي بالبيت جهاز جري اتمرن به، سواء هو او زوجته او بنته او اخته يتمرنون بالاجهزه مره شاقه. فقام يشتري عافيته انه يتمرن بالجيم، واثنين الترهل يروح عنده، عضلاته راح تصير مشدوده سواء المثلث او الكتف او الذراع مالته او دفته او صدره، وما عنده بطن، رجلينه هم حلوه، جسمه رشيق يقدر يركض، يقدر يتحرك، يقدر يشيل وزن، اكو هسه تجيب لك واحد يقول له شيل قاز يقول ما اقدر، ظهري يوجعني، اي عمل بالبيت ما يقدر يشيله، خامل، مو مثل اللاعب الرياضي بالجيم تلقاه قوي، اكو عندي صديق قام يشيل له سياره. ما شاء الله. ادربه. حتى راح يغربني. تكلم
نكمل حديثنا لكن نتمنى صحة وسلامة إلى كل سكان العاصمة بغداد، لأنه حدث قبل قليل هزة أرضية. إن شاء الله صحة وسلامة. نرجع من جديد نكمل حديثنا معك. اليوم تحدثت حضرتك عن أنه هذه الرياضة ما حدها سن معين. بعض الأشخاص اللي يجيك يعني عمره متقدم وعنده أمراض قلب مثلا، اللي هي من أخطر الأمراض اللي يكون لازم أنت حريص على صحة الشخص المتقدم على هذه الرياضة. هل بإمكان الأشخاص المصابين ببعض الأمراض المزمنة ممارسة هذه التمارين الرياضية؟ طبعا أبو الضغط احنا نتجنب نطي الأوكارديو كلش عالي، خصوصا إذا عدى ارتفاع بالضغط، يعني احنا هذا الأملاح تأذيه، بس هو بالركض ماله يعني نطي جهد بسيط، يعني نطي 20 دقيقة يعني جي باية أبو القلب كذلك ما نطي فد وزن ثقيل. لاعب البي سكر أكله هو أصلا دايت، وأكو بروتين خاص به اسمه آيزو، انه ما بي دهون، ما بي فات، ما بي كارب عالي، وهو اكل دايت. راح يقول يا بان تعاطى واي انسولين، قمت اقلل الانسولين، يعني قامت الرياضه تساعده انه يحرق سعرات حراريه وتساعده بالتمرين. اللاعب اللي عنده رمل بالكلى، قمنا احنا نعطيه بالخبره مالتنا بالتمرين انه نقول له يا بهذا الرقي في ايدك، كبشه الذره في ايدك، هاي القواطي مال منشعير، قام يسيطر على الكلى مالته ويا التمرين. اكو واي كان عندهم انزلاق بظهره ورجله تضرب بيها خدر، الدكتور نفسه يكتب له جلسات علاج طبيعي. عنده ارجنسه، اللي عنده بالعمود الفقري مشكله، اللي عنده مثلا متعرض لاصابه وصاير عنده كسر بيبلاتين مفصل، يعني الاصابات سبق وانت تعرضت اي بالرسيغ تصير عندنا نانا تصير بالركبه بسبب الاوزان الثقيله. يعني احنا الاوزان نجيها تدريجيا او ما عنده احماء. اكثر الاصابات اللي عانيت من عندها انت خلال فتره التمرين، خلال فتره ممارسه هذه الرياضه، اكثر الاصابات اللي انت عانيت من عندها وصارت فيك يعني؟ والله ازيد شيء تمزقت عندي الرباطات الصليبيه، انه شفت روني كولمان ندعي له بالخير والعافيه، شال طن 1000 كيلو، انا واصل ل 600 واصل 700، قلت خلنا نشوف الطن، يعني بس روني يدفع طن، خليت الليك بريس دبني؟ لا دفع ماكينه، ترست الاجهزه صار 800 يعني الليك بريس اي، خلصت الاقراص مال القاعه، جبت لاعبين خليتهم على الجهاز، خليت انا رباطات الحمايه مال رجل ارباه وحطها، قمت ادعي يا الله يا محمد يا علي بكت الله يندفعك، وذول جابوا الفيديوهات يصورون، انا دفعتهم دفعه 6 4 8 وصلت 10 دفعات، كيفنا. ورجعت البيت لقيت صاير تمزق وقطع بالرباطات الصليبيه، رحت للدكتور وسوينا جلسات علاج طبيعي. فانه يعني اللاعب ما يريد ينغر بالقوه ويضغط على نفسه وانفعال على مود تصوير فيديو او على مود تعالوا شوفوني، او يقول اريد رجلي تكبر، او يحتك لبطل يجوز روني كولمان جيناته وتكوينه وطول ماله وممارسه للعبه، الاغذيه الرياضيه مالته، المنشطات مالته تختلف عن مالته، او يعني هو القوة عنده تختلف عن القوة عندي. انا اذيت نفسي بسبب انه اندفاع زايد، فانا الوقعت بيه ما اخلي اللاعب يوقع، اقول اللاعب على قابلتك تأنى بالتمرين، انت تقدر بالمساعدة مع اللاعب شوية شوية توصل، مو انه تشيد وسببها بعدين وخيم يصير انزلاق عندك بظهرك، الرباطات الصليبية بالرسغ بكتفك، اذا تصير اصابة تظلهم قاعد لك شهر او 20 يوم وتاخذ علاجات. يعني اليوم نصيحتك للشباب اللي يريدون انه نقول لهم خطوه الالف ميل تبدا بخطوه تصعد الدرج باية تشوف واحد نازل بطوله عراق هو صار له 4 سنين يتمرن، انت صار لك شهرين مسجل بالجيم تريد عضلاتك نفسها شويه شويه تتطور وتصير بطل. زين، بما ان احنا يعني قاربنا على انهاء هذه الفقره، اريد اسالك على طبيعه الغذاء، طبعا احنا تكلمنا عن كل شيء وطبيعه الغذاء الخاصه بك ما تكلمنا عنها، يعني اريد اسالك على طبيعه الغذاء، ما راح اسالك كم بيضه تاكل، حاسالك كم طبقه بيض تاكل. احنا اكو فتره اللاعب يمر بها يسموها اوف سيزن، اللي هي الضخامه او زياده الوزن، يصير الاعداد مالتها مو اقل من 3 اشهر، انه الصبح نفتح بيض نقدر نوصل ل 15 بيضه، حتى ذات سلق صاحب ضخامه عضليه، الشوفان نقدر نخلي نص القوطيه وحليب خالي الدسم، جبن عرب نص كيلو، الظهر نقدر ناكل صدرين مال دجاج او كيلوين صدر دجاج، سمك تاخذ لك سمكه ام الكيلوين، ندخل مرات لحم عجل وحدك؟ اي واحد يعني يوميا يعني رايح منك 30 الف 40 الف، هاي بس الغذاء سمكه ام الكيلوين إيه؟ يعني 4 نفرات بيت ناكل صح؟ عندك من يصير عندك اون سيزن ايام التعضيل وانت تريد تخلص من الدهون وتريد جسمك ينشف وعضلاتك تصير حاده، نقلل بالكميه مال البروتين والكربوهيدرات، الكربوهيدرات اللي هي التمن المبزول والبوتيتا السلق، انه يصير اكلك على الوزن
وفي متغير يتبعك المدرب مالك يقول لك يا الصبع كم بيضه مثلا 600 بيضات بدون صفار او صفار واحد صح. الشوفان 150 غرام حليب خالي من الدسم التمن المبزول 150 غرام والبوتيتا السلق 200 غرام هنا الصدر الدجاج راح يصير 400 غرام بس انت شو عصر عندك 6 وجبات الى 7 وجبات بس قليله على مود النهار كله انت عندك بجسمك بروتين وكربوهيدرات من تجي للجيم عندك قوه السعرات الحراريه قلنا 9 فردات تمر او 7 فردات رقم فردي وموزه واحده بالليل يلغي الكربوهيدرات تاكل بس تكه دجاج وزلاطه وبروكلي وتفاح اخضر وليمون مرات اللاعب يعني بالجهد ماله وبالركض على كيلو كيلو مو يعني تفاح ايه لا تفاح كيلو يعني تفاح كيلو تفاح اخضر ما راح يضرك زي ما تاكل ما يضرك الليمون هو حارق دهون يفيدك أكيد. بس مثل ما الليمون حارق دهون ويفيدك وبفيتامين سي يراد لك هم سكوبات قهوه على مود ضغط مالك ما يهبط البروكلي يعني به فيتامينات ومعادن الافوكادو فاكهه آسيوية بس حارق دهون درجة أولى الزنجبيل الأناناس الكيوي الرقي ممنوع العنب ممنوع رغم ما هو طبيعي بس فيه سكريات عالية تتحول إلى دهون طيب الأشخاص اللي تكون يعني قابليتهم للطعام وشهيتهم تتحمل هذه الكميات اللي ذكرتها نص كيلو مثلا نطي مشهي أكو نوعية مشهي اسمها فاسفات أو جينسك أو مشهي ياخذ من صيدلية على مود يجبر نفسه على الغذاء الجيد هو حجم المعده تقدر تقول هنا يعني طبيعه الغذاء اليوم حتى انه احنا البشر الاعتيادي من ناكل طبيعه الغذاء عندنا تكون حسب قابليه حجم المعده وحسب استيعاب اللاعب من راح يحرق سعرات حراريه بالتمرين ويبذل جهد اوتوماتيكيا عضلاته تريد غذاء صح هو راح يرجع يجوع وياكل واكو لاعبين اللي يعدون سباق يتمرن جلستين باليوم جلسه صبح ساعتين بكارديو وعضله وبالليل هم عنده تمارين بطن وعضلة ثانية على مود من ينزل بالسباق تشوف مستواه كلش قوي وعندنا أبطال العراق حصلوا على كرتات الاحتراف عندنا مثل كابتن ضرغام جار الله مثل حمى حسين مثل من بطل من كردستان نزار الغزالي وعادل فهيم عندنا أبطال عراقيين هواي نزلوا بطولات عالم بس عندنا حتى قدروا ينزلون بطولات أرنولد كلاسيك أو مستر أولمبيا مثل الكابتن أحمد فوزي من أربيل يعني مثل العراق يرفع العلم العراقي ونزل مستوى كلش قوي ونتمنى التوفيق لكل مدربينا وكل ابطالنا العراقيين ان شاء الله ويرفعون العلم العراقي خفاقا بين دول العالم وعندنا ابطال مغتربين نتراسل وياهم بالفيسبوك على التواصل الاجتماعي على الانستغرام عندي ولد صديق راح ينزل باسم العراق بالنمسا اسمه سعيد الكعبي ان شاء الله تحياتي وراح ارفع العلم العراقي وان شاء الله انزل بطولة العالم كلاسيك عمي تفرحنا اذا اخذت الميداليه الذهبيه والعلم العراقي ونبلغ الاتحاد العراقي ونخلي صورك بكل التواصل الاجتماعي رغم ما هو بالغربه ان شاء الله وان شاء الله يزول فيروس كورونا عن كل العراقيين وعن كل العالم اجمع وان شاء الله بردا وسلاما على العراق وعن كل العالم وتحياتنا لقناه زاركوس الفضائيه وناخذ لهم دبل بايسبس وعلى رماش من اخوكم المدرب الدولي والبطل العالمي احنا الماستر راح نعطيك مساحتك الخاصه ايه؟ زين يعني الستيج از يورز وتقدر تسوي لنا حركات او استعراضات خاصه بهذه الرياضه الجميله بس يعني بعد ما نشوف صور خاصه بك يعني بعض الصور راح يطلعون لها الزملاء They say she's too hot, they say she's too cold Where she came from, nobody really knows They say she looks young, but say she acts old From everything I've heard, she gets out of control And all the boys say she was sent from the heavens But I'm not too sure that this girl is a blessing She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon She's stuck in my mind like a bad obsession Got bad intentions Got a body like a cocaine She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me She's got a body like a cocaine She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me الوضعيات الاجباريه اللي ياخذها اللاعب الدبل بايسبس وايضا الخلع والريبوكس الجانبي
والدبل بايسبس الخلفي والخلع الخلفي وعضلة الترايسبس والشد على معدته والشد على المعدة والأفخاذ. وهاي اكو وضعيات اختيارية ياخذها اللاعب، شنو هي ليلوغن الجسمه ياخذهن على مود يتميز لاعب عن لاعب بعضلات رجله بعضلات معدته، لان الرجل واحده يطون عليها 60%، وايضا يظل يتفنن على ما يقارنونه بين لاعب ولاعب. تعال وقف يمي كانه انت منافس. اي بس انت رادك هم عندنا رماش بس عاطى المالتي انه تاخذ عضلتك دبل بايسبس نتنافس انا وياك على المسرح انه كل لاعب يراوي عضلاته. خذ خلع خذ جانب الصير خطوه ال 1100 تبدا الخطوه زين انه يتنافس لاعب ويا لاعب على المسرح، يقعدون الحكام يميزون اللاعب هذا عن هذا اللاعب ويقارنوهم على ما يختارون اللاعب الاول والثاني والثالث والرابع لحد المركز الخامس. شنو رايك شنو رايك انطيك طولي؟ انت بالطول هذا. تحياتنا لكل قناة زاركوس وكل كادرها واحلى رماش، كل متابعين قناة زاركوس الفضائية. اخوكم المدرب الدولي رياضة ابو علي الصغير. رماش اخير للمشاهدين وللزملاء. احلى رماش لكل الكادر والمصورين علي ناصي زينون الاصلي انطع. شكرا لكم مشاهدينا حسن المتابعة، اكيد احنا مستمرين وياكم مشوارنا الصباح ونتابع فقرة نكس مع الزميلة رائدة ومن بعدها راجع لكم. تحياتنا للجميع ان شاء الله، شرفنا باللقاء بقناة زاركوس الفضائية.